تفاجئنا في الاول، كان كيقول لك عندنا باساج من هنايا غيكون جرادي وغيكون هذا، حتى كنتفاجئوا ها انتم تشوفوا الحاله هذه. الا صبات الشتا ما عندناش منين نسقي، يعني هذا كارثه. يعني انا كنعتبر هذا بالنسبه تعرضنا للنصب والاغتيال. دونك المشكل اللي عندنا هو انه اليوم ما خرجنا حتى وصل السيل الزوبه كما كنقولوا. حنا الساكنه ديال اقامه البدر اللي تابعه لشركه اقاماتي في البرنوصي، وكاين الشطر الاول وكاين الشطر الثاني، والشطر الثاني فيه واحد المجموعه 6 هي اللي بقات، هي الاخرى اللي كانت في البروجي ديال لا ترونش 2. حنا فين سكننا النهار الاول لقينا هاد الناس كلهم ساكنين، لقينا البدر واحد ساكن، البدر الثاني بداو. حنا فجينا طلعنا على قانون الملكيه المشتركه 1800 اللي كيأثر الملكيه المشتركه بطبيعه الحال. شنو كيقول؟ كيقول بان ملي كيكونوا مثلا العمارات عندهم تيتر واحد، يعني مجموعه سكنيه اللي جا اسيس، حنا عندنا 7 العمارات، خاص كل عماره دير سانديك ديالها والنائب ديالو، ومن هادوك اللي سانديك والنواب ديالهم كيديروا رئيس اتحاد الملاك اللي هو اللي زعما كيسير الاجزاء المشتركه، منهم الكراج، منهم ليزاسونسور، منهم نيتواياج الى سيكوريتي. المهم هاد العمليه هذه حنا بدينا في 2020 فاش درنا كل واحد العماره ديالو. جات كورونا، كنا بغينا نديرو رئيس اتحاد الملاك، بحكم الظروف كانت شويه صعيبه ديك الساعات مع الوباء وهذا، ما درنا والو، بقينا كنتسناو 2021 وكذلك 2022. اليوم الامور بدات كتحسن شي شويه. ملي بغينا نديرو هاد المسائل هادو، فإذا به كنتفاجئوا بواحد السيد اللي عنده شركة اللي شادة السيكوريتي هنايا، اللي سميتها كيقول لك دخل علينا لديورنا وعندنا ما يفيد، عندنا فيديوهات وعندنا تصاور، دخل علينا العمارات ديالنا، قال لك أنا هو السنديك ديالكم ابتداء من اليوم، ابتداء من جوج شهر واحد، يعني مورا راس العام جا هو تهجم علينا في 11 جونفي، قال لك راه درنا واحد الجامع العام. البروموتور هو اللي عطاني، قال لي شد لهم السنديك بالاغلبيه، شكون هما اللي صوتوا، شكون هما اللي حنا ما تخبرناش في القانون خاص يخبرونا، ما تخبرناش، ما عرفنا حتى شي حاجه. قال لي عطينا لاحد الناس اللي حضروا، قال لك راه داك الشيء جا من لهي، انا ما انا السنديك ديالكم والناس راه معايا. شكون هما الناس هادو؟ الله اعلم. ليومنا هذا جا داك النهار تهجم علينا، دفع العيالات لدرجه انه بدا كيخسر الهضره. قلنا ليه دابا الا كنت انت فعلا كتدعي انك سنديك بصفه قانونيه، جيب ويسي جوستيس ودير بان حنا حبسناك، ما تدخلش عندنا سيد العماره ديالنا وما تقدمش لينا الخدمات ديالك. قال لك انا نقدمهم لكم مجانا، اعتبرهم صدقه. قلنا ليه ما كاينش صدقه سيدي، الا صوتنا لك حنا نخلصوك وندير لك واجب جاك على كامل. من بعد دخل العماره الاخرى حتى هما حبسوه، دخل العماره الاخرى حتى هما حبسوه، عاد جاب لنا واحد المحضر، قال لك راه عندي واحد المحضر وكاين واحد السنديك معاكم اللي هو كيسكن معانا في واحد العمارات 3، هو النائب ديالو، هو النائب ديالو. اليوم لقينا راسنا جا كيقول لك اسيدي خاصكم تخلصوا، حنا عندنا السنديك ديالنا وكنخلصوا الواجبات ديالنا، ودرنا رئيس اتحاد الملاك ديالنا. ها هو المحضر كاين، ها هو المحضر دونك كاين. الوغ دابا هو الا كان البروموتور عطاه باش يشد السنديك، حنا البروموتور اخويا جي رجع لنا فلوسنا، حنا ما بقيناش باغيين هاد ليزابارتمون، حيت السنديك كيكون من السكان هو اللي غيراعي المصالح ديالنا. حنا اليوم مستعدين اننا نديرو ديورنا في البيع، ما بقيناش بغينا هاد سميتو كاع. الوغ كاين لي طرونش اخرين اللي جايين، الى شفت دابا حيت هاد المسرحيه هادي دارت مع لا طرونش الاولى اللي هو البدر واحد، اللي حاليا واحد الحاله كيعيشوها، ما عندهمش سيكوريتي، لي كراج ديالهم الواد الحار هكا ما كاينش الضوء، الواد الحار، الارض كلها تقلعات، البيبان ديال الكراج محلولين، ما عندهمش لا سيكوريتي. اش غنقول لك، هاد العمليه هادي دارها معاهم
دازت 10 سنين ديال حيت المصلحه فاش المصلحه ان البروموتور كتسيي لا غارونتي ديالو كيتهرب من الاشغال. الو حنا ملي طلبناه بالاشغال اللي باقي لينا عندنا المسبح مازال ما حلوش حنا خسرنا عليه داك المسبح اللي دخلتي تشوفوا خسرنا عليه النهار الاول طالنا فيه غير التراب تراب وواحد شويه ديال الزليج وحنا جينا دوزنا جبنا جاردينيي خسرنا عليه داك الشيء جبنا لي بلونط قادينا البافي بزاف ديال الحوايج درناهم يعني حنا فلو كنا متضامنين اليوم هاد وباقي متضامنين طبيعه الحال هنا كما كتشوفوا هاد السيكتور شويه يعني فيه الناس اللي هما كيجيو من الخدمه كيبغيو يدخلوا لديرهم الاغلبيه سي دي كوبل اللي يلاه بداو الحياه ديالهم الناس اللي هما مثلا شادين تيقاهم كما كتشوفوا الاجواء مكالميه حنا اليوم ما خرجنا حتى ضرينا يعني هادشي في الاول مشينا للكوبوليس درنا شكايه حيت داك النهار فاش جا بدا كيتعنب بالنفوذ وبالسلطه وهذا انا واقفين معايا الناس ديال السلطه واقفين معايا بغينا نعرفوا شكون هاد الناس اللي واقفين معاك الا كانوا هاد الناس اللي واقفين معاك اليوم وكانوا كيخالفوا القانون اللي حنا في دوله الحق والقانون هذه هضره اخرى دونك اللي كنطلبوا به اليوم انه الناس يتدخلوا في اقرب وقت باش يحلوا لنا هذا المشكل هذا حيت وقعت حادثه اخرى انه نهار لافيشاج ديال المحضر اللي بغاو يديروا ديال الجامع العام ديال لي سانديك ديال رئيس اتحاد الملاك زاد جات تعدى على واحد من لي سانديك وضربوا الان داخل معاه في شكايه عند المحكمه باش انه راه الدوسي تحال للمحكمه وعاوتاني دابا رجع عند البوليس باش يديروا تعميق الباحث وعاود يرجعوا المهم هذه مساله اخرى اللي بغيت نشير ليه عاوتاني هو انه هاد الشركه هذه اللي شاده السيكوريتي دابا اللي هو اللي الجيرون ديالها انه في لا ترونش 2 واللي خاص يعرفوا الناس ديال لا ترونش 2 حيت دابا اليومين هذا باقي كيخلصوه ساشون كو هو عنده حكم في الابتدائيه واستئناف ببطلان السنديك ديال البدر جوج ها هو راه كاين الحكم هنايا ها هو ببطلان ديال سميتو كاين الابتدائيه والاستئناف بتأييد دونك وباقي كيخرج عينيه دونك بغينا نعرفوا فين غادي هادشي واش حنا فعلا في دوله الحق والقانون ولا انه اللي خولات ليه نفسه انه يجي عنده شويه ديال النفوذ يجي يقول لك انا هو السنديك وانا هو المهم بطبيعه الحال حنا مستعدين نبيعوهم الا بغى البروموتور براسو نعاودو نرجعوهم ليه ورجعنا فلوسنا واللي يشوف لنا شي وحدين اللي غادي يشريوهم من عندنا حنا من غدا مستعدين هما الاخوان كاملين كلشي باغيين يبيعوا حيت باقي الاصلاحات حنا دابا اليوم كنطلبوا بالاصلاحات اللي باقي لينا راه شحال من حاجه زدنا حنا من جيبنا وباقي مازال ما كملش لينا دونك حنا مستعدين كما كنقولوا اننا نبيعوا نمشيو بلاصه اخرى حيت الا هو غيفرض علينا شي واحد حنا اللي ما مصوتينش عليه وما باغينوش والقانون ضد هذه العمليه هذه من الاول راه اللهم ان هذا منكر دابا هذا العام الثالث ديالنا العام الاول كنا غير كنتجاوبوا معاهم حبيا مع البروموتور يعني كنا السكينه كانت قليله كان عندهم مازال لي زابارتمون خاويين اليوم بداو بفضل التغييرات والتحسينات اللي درنا لهذا المجمع يعني دخلتوا دابا لا بيسين درنا البافي درنا لانستالاسيون ديال الماء ديال الضو جبنا ليكليراج درنا شي حاجه اللي هي نقيه باش وليداتنا الا خرجوا يخرجوا بنا سيكوريزي يعني عندهم الباب يلعبوا هذا تباعوا لي زابارتمون بفضل هاد الاصلاحات اللي درنا اليوم ما عرفتش حنا دابا زعما حرنا في هاد المسائل هادي دابا العمارات كاملين ديال جي اسيس البدر جوج جي اسيس من واحد حتى لسبعه كاينه عماره واحده اللي دايره ليكسبسيون هي العماره ثلاثه اللي حنا تفاجئنا بان هذاك السنديك ديالها اللي كان معانا ولا هو النائب ديال هذاك الجامع العام اللي داروه هما وداروا شركه هي اللي سميتو حنا تفاجئنا حيت حنا عطينا فرصه باش انه يبيع ويشري فينا انا من الساكنه كنتفاجئ واحد النهار تجا وقف علينا واحد خينا طلع لنا للدروج قال لكم ودينا سانديك حنا ما كنعرفوش هذا السانديك هذا حنا ديجا عندنا سانديك ديالنا وعندنا النائب ديالنا اللي كنخلصوا ملي قلنا شكون انت قال لك انا السانديك لقينا واحد السيد كتجفف شكون انت لا قال لك جابنا هذا السيد هذا حبسنا هذيك النهار وناض صداع في الموبل كاع الناس راه هضروا على هذا الشيء الساكنه كامله كانت حاضره ملي هضرنا مع السيد قلنا ودي حنا تتفاجئنا في هذا الاخر ديال الشهر معلق لينا عاوتاني واحد اللافته باش نخلصوا 200 درهم الشهر ونسبقوا ليه 600 ديال الدرهم حنا ما كنعرفوش علاش غادي نخلصوا بعدا لا واقفه اخويا ضد هذا القرار هذا وحنا كاع طلعنا الدم من هذا الشيء انا كنفكروا كاع دابا كاع نمشيو على البروموتور اللي انا كاع رزقنا سيدي حنا كاع ولا يخلصنا ولا نبيعوا ولا باش نتفكوا من هذا الشيء ولينا كنخافوا دابا على وليداتنا حنايا دابا كنخافوا على وليداتنا قدرنا نمشي للخدمه يجي شي واحد يتكرفس لي على ولدي طالع الموبيل يقول لك رانا سانديك غدا ولا بعدا يجي واحد يقول لي رانا سانديك حيت ديجا حنا هذاك خليناه يدخل الباب وحنا ما متفقينش على هذا السيد
لا ماشي ماشي من السكينه، ما كيسكنش معنا. اللي ديجا معنا هذوك من السكينه، عندنا السنديك وعندنا النائب ديالو هو اللي كنخلصوه. ما السيد هذا ما كنعرفوش وما مستعدينش نعرفوه. كلشي دار الناس داروا، درنا سميتو درنا شي، حطينا شكايه عند البوليس، حطينا شكايه في حطينا شكايه عند البوليس. ما فهمتش انايا، حتى كنتفاجئوا بواحد الشركه جابها، ما عرفتش كيفاش بدون مساطر القانونيه كتحط. انتم كما غادي تشوفوا، شوفوا الحاله ديالها وشوفوا هذه الشركه واش فعلا كتوفر على دفتر تحملات وعلى المعايير ديال الاشتغال. يعني هانتوما ملي غادي تشوفوا هذه الصوره، الباب مهرس كذا، وكيطلب منك واحد المبلغ ديال 200 درهم. 200 درهم خصك توفر لي مجموعه من الخدمات ومن حقك تاخذ 200 درهم. فاذا بينا كنشوفوا حنا ما كاينش مجموعه من الخدمات، كيجيب واحد العساس بالليل هنايا كيبدا ومن بعد كيمشي الصباح، ما كيكونش كيشدش عليه حتى شي واحد. وهاد المعاناه هذه كيعانيوها مجموعه من الساكنه في جوي خاين، ما عرفناش منين كيستمدوا هاد الناس القوه ديالهم وهاد المشروعيه الغير القانونيه، ما عرفناش. ولهذا كناشدوا السلطات والجهات المسؤوله انها تدخل، لاننا حنا غدا غدا هاد الحيط هاد غادي يقدر يدار حيط هنا، لان هاد الارض باقي فيها نزاع. هو بيع لينا على اساس ان الارض ما فيهاش نزاع، وهذا حنا تعرضنا للنصب هذا، وحنا غادي نسلكوا المساطر القانونيه والقضائيه، ولكن ما فيها باس نعرفوا بالمشكل ديالنا للراي العام الدولي والوطني. هاد المجموعه السكنيه اللي هي اقامه البدر جي اسيس المتواجده بمقاطعه الازهر، يعني اللي بغى يجي يشوف بعيني غادي يجي يشوف بعيني. حنا ولينا كنحشموا كاع الناس يجوا عندنا، ما كاينش فين نحط، ما كاينش حتى منين يدخل. كيقول لك انت واش الشريف كاريان ولا فين شيخ، ولكني صراحه تعرضنا ما عرفناش غنقولوا. وهذه معاناه ومازال كتستمر، لان حنا ما فهمناش هذا الشيء غادي وكيتزاد وكيتزاد وكيتزاد. هاد القوه وهاد النفوذ اللي هما كنسمعوه في الكواليس، ما عرفناش هاد الناس منين كيستمدوا هاد الشيء. وكنتمنى ان هاد الشيء يتوضع ليه حد، لاننا حنا مواطنين في واحد البلاد اللي فيها الحقوق وفيها الواجبات وفيها القانون. اشترك الان في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي، جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.